السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم إن شاء الله عندي لكم حلوة صابلي. بالنسبة للمقادير عندي 200 غرام دقيق أبيض، 50 غرام نشا فاني، 100 غرام زبدة، 100 غرام سكر غلاس، جوج صفر البيض ومنكه غذائي وملون. غنجمع المقادير كلهم تنحصل على عجين ونجمعه بقطرات من الحليب. بالنسبه للعجين بعد ما جمعته غطيته بالفيلم اليمونتير وحطيته في الثلاجه بين ساعه حتى لساعتين. بالنسبه لي انا وجدته، غناخذ العجين ونسرحه في سيغ لو بابيي سيلفيغيزي باش يساعدني. بالنسبه للاشكال اللي شكلتهم هادو، عندي هاد الرشمه هادي غنقطع ولا زواقه غنقطع بها في الوسط، نشكل بها وريضه صغيره من الوسط بهذا الشكل هذا. بالنسبة للتزيين عندي فاني بحال هذا الشكل هذا الوان. ناخذ بالنسبة للرشمة اللي غتجيني من الفوق هي اللي غنزينها بالفاني، بالنسبة اللي غتجي من التحت بالنسبة للعدو غناخذ جوج جوج ونلصقهم. نحاول ندير تناسق الالوان، ما نديش بطريقه عشوائيه. غنستمر من بعد نوريكم الشكل النهائي. بالنسبه للتزيين هو هذا، شعلت الفرن على درجه 140 بين 140 حتى 150 درجه. غندخل الحلوى الفرن حتى تنشف بلا ما تحمر. بالنسبه للحلوه بعد ما طابت هي هذه، ما نخليهاش تحمر بزاف باش ما تفقدش اللون ديالها. غنلصقها، غنلصق جوج جوج ب 250 غرام شوكولا فوندي، من الافضل يكون شوكولا نوار. بالنسبه للكراميل وجدته هو هذا الحك كامل ديال الكراميل. طيبت الحليب نستلي في الكوكوت لمدة 45 دقيقة، هو هذا خليته حتى برد. غنزيدو على 250 غرام شوكولا فوندي، وغنزيد عليهم 100 غرام لوز مطحون. هادو غنوجد بهم خليط إن كريم اللي غنلصق بها جوج 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 من الصابلي. بالنسبة للكريم بعد ما وجدت هي هادي، ما تكونش خطرة بزاف وما تكونش عاوتاني جارية بزاف بين وبين. ناخد معلقة ندير طبقة تكون شوية لا بأس بها، تكونش رقيقة بزاف. وناخذ تقريبا بحال هذا الشكل هذا، ناخذ النصف الاخر ونضغط باش الكريمه تخرج في هذا الثقب هذا. ناخذ عقيقه ونحطها في الوسط. هذا الشكل هذا هذا نموذج اخر، نحاول ندخلها شويه. غنستمر بالنسبه للاشكال اللي عندي، عندي اشكال متعدده ونتلاقاو. بالنسبه لهذا
بالشكل هذا. عندي هذه نفس الوردة، غير هذه تقطعها من الوسط وهذه نخليها صحيحة. هناخد شوية الكريمة نحطها في الوسط، ناخد هادي ونحطها اتجاه معاكس باش نتحصل على هاد الشكل هذا. هاد الطريقة هادي. ناخد عقيقة ونديرها في الوسط، نتحصل على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي للصابلي، هو هذا. كنتمنى الوصفة تعجبكم، وبالصحة والراحة. إلا عجبكم الفيديو ديال ماما ديروا جيم وديروا سابوني.